الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يبقى دي عقوبة آكل الربا يوم القيامة. عقوبته بيحشر يوم القيامة، يعني بيأتي يوم القيامة على هيئة عجيبة. إيه الهيئة دي؟ عارفين الراجل اللي عنده مس، اللي ممكن يجيله حالة صرع فبيبدأ يضرب برجليه وإيديه الهواء مصروع. المصروع ده اللي آكل الربا يوم القيامة يأتي على هذه الهيئة. قال ابن عباس كأنه مجنون يختنق. فأنت يوم القيامة تيجي هتشوف مناظر عجيبة يوم القيامة. منها المنظر ده. مين دول يا أخواننا؟ ده أكل الربا، عمالين إيه يضربوا في الهواء، وإيه عارف أنت اللي هو بيجي له حالة أصابه الشيطان بمس ممسوس. طب ليه كده؟ عشان بياكل الربا. وناس تانية هتشوفها تبص كده قد عقلة الأصبع، بني آدمين زيك. طب دول يا رب يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. الذر يعني النمل، بني آدم قد النملة. ليه يا ربي جه على هذه الآية يوم القيامة؟ عشان كان متكبر، يغشاه الذل من كل مكان. وهتشوف ناس بني آدمين الشق بتاعه مائل، يعني نصه مش على سوى واحد، نص مائل لتحت، حاجة منفرة قوي. إيه ده يا رب؟ أهو ده اللي كان عنده زوجتين وبيعدلش، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. وتلاقي واحد تعبان ملفوف حواليه وبياخد بفكيه، مين ده؟ مانع الزكاة. يمثل له شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه ويقول أنا كنزك أنا مالك، عشان هو ما إيه ما خرجش الزكاة. فهيئات كثيرة تأتي يوم القيامة، منها هيئة آكل الربا اللي هو كالمجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هو ليه بيع حلال والربا حرام؟ ما البيع أنا بشتري السلعة بمية ببيعها بمية وعشرين، برضو الربا أنا بسلفه مية وباخدهم مية وعشرين، هي هي. فربنا قال، عشان طبعا ده يعني شبهة تافهة، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. حتى لو انت قلت البيع زي الربا، بس ربنا قال عن البيع حلال وقال عن الربا حرام، يبقى سمعنا وطعنا. كما قال الإمام الطبري، علق تعليق جميل في هذه الجزئية وقال فالأمر أمره والخلق خلقه يقضي فيهم بما يشاء. يعني ممكن ربنا مثلا يعني لو أباح الربا وحرم البيع هنعمل إيه؟ سمعنا وطعنا، مش بمزاجي، مش انت يا ابني هتشرع مع ربنا. الأمر كله استسلام لحكم ربنا عز وجل. وبالتالي لما ربنا نعلم إن حكمه كذا خلاص عرفنا الحكمة الحمد لله. ما عرفناش الحكمة سمعنا وطعنا. أكيد في حكمة بس هي خافية علينا، فما تخشش في جدال. قول له هو ربنا فعلا أمر بكده؟ سمعنا وطعنا. مش تقول ليه ربنا أمر بكده، بقول لك ربنا أمر خلاص، ما تقولش ليه، إنما تقول بما أمر الله. أتأكد بس الحديث صحيح، الآية تفسيرها صحيح، لكن تقول لي ليه بعد ما تأكدت؟ طبعا ده ليس من شيم الصالحين. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الحمد لله. لو أنت ما كنتش عارف إن الربا حرام وخدت أموال كتير من الربا، الفلوس دي حلال، وقياسا على ذلك كل مال حرام. واحد كان شغال في الحرام ما يعرفش ان ده حرام واكتسب اموال كتير من المصدر الحرام، هل يطالب بالتخلص منه؟ نقول له لا، لان اكل الربا هو من اعظم الاموال او من اعظم انواع الكسب الحرام. ربنا قال فله ما سلف، خلاص ينتفع به ما دام ما كانش عارف. وامره الى الله. يعني ايه وامره الى الله؟ ممكن يثبت على التوبة من الحرام وممكن يرجع تاني، فعلى طول يلجأ لربنا انه يثبته. في ناس تابت من الحرام ورجعت، لا، انت بعد ما تبت من الحرام الجأ لربنا انه يثبتك على هذا الامر.
فمن جاءه موعظة عرف إن الربا حرام فانتهى خلاص يا رب خلاص تبتي لله مش عامل كده تاني. طب اللي فات كله فات كله حلال فله ما سلف وأمره إلى الله. ولذلك النبي لما نزلت آية طبعا من أواخر الآيات يا أخوانا في القرآن اللي نزلت آيات تحريم الربا نزلت في الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام القدوة قال وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فهو موضوع كله. العباس عم النبي مش عايزين أي زيادة على هذا المال لأن ربنا حرم الربا. يبقى أنتوا كلكم أي حد ليه فلوس زيادة عند الناس يتنازل عنها ياخد بس رأس ماله. ومن عاد طب واللي رجع تاني بقى بعد ما عرف التحريم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال العلماء هذا جزاء آكل الربا إنه يخلد في النار. ولولا أن الله وعد بأن الموحد لا يخلد في النار لكان هذا جزاء يستحق أن يخلد في النار والعياذ بالله. دل ذلك على خطر وعظم شأن الربا. يمحق الله الربا والمحق هو النقصان والذهاب يعني ينقص من بركة مالي معه فلوس كتير لكن ملهاش قيمة أو بيضيعها في أي حاجة أو حاجات كتيرة بتتلف عنده فبيضطر يصلحها. عنده فلوس من الربا لكن بتروح بركتها بتروح. يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني يزيد الصدقات. ربنا يبارك لك في مالك في الدنيا ويزيد لك في الأجر في الآخرة. والله لا يحب كل كفار أثيم. ليه كفار؟ قال ابن كثير لأنه كفر النعمة لم يكتفي بالمال الحلال وأراد أن يسطو على أموال الناس بالمعاملات المحرمة. يبقى ده كافر للنعمة كفار أثيم مبالغ في الإثم. لذلك إخواننا الربا من أعظم الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وقال منها أكل الربا وقال لعن الله آكل الربا وموكله. يعني ممكن أحد يقول لك يا عم ده أنا اللي استلفت وأنا اللي دفعت بالزيادة أنت كمان في اللعن. لعن الله آكل الربا وموكله واللي تسبب أن أكل الربا يأكل الربا. لو حضرتك لما استلفت وخدت بالزيادة ودفعت بالزيادة صحيح أنك دفعت بالزيادة في الدنيا بس أنت برضو شملك الوعيد. لعن الله آكل الربا وموكله لأن أنت اللي استلفت من إيه؟ من المرابي. وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء كلهم زي بعض. فالمشاركة في الربا بأي صورة من الصور النادي من المحرمات الكبائر. دل ذلك على خطورة الربا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.